بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما نهديكم صباحا باسما عطرا ومغلة لا ترى في غيركم بدلا، في صباح جديد من صباحات الشروق ومشوار صباح جديد، نسعد أن نلتقي فيه ونكتشف معا وسويا كوبا من القهوة. كوبا من القهوة، أنا أشرب الكوب ومنى تبحث من الصباح عن القهوة وما بتلقاه دائما كده. أهلا بهم كثير، صباح الخير منى. صباح الخير حسام، كل مشاهدينا فقراتنا الراتبة على صباح الشروق كونوا حضور من خلال فقرات اليوم، ونبدأ بالكلمة واللحن وهما وشيكة حب وجمال والفنان الشاب هاني عبدين. انتم معنا
اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، تحيه كبيره جدا للفنان الشاب هاني عابدين لهذا التراث الكردفاني الجزيره الطويل، ودائما عديد من الاغنيات اللي تحمل محمول ثقافي وتراثي خالد جدا في وجدان كثير جدا من السودانيين. هكذا عودناكم منه نتجول بكم دائما عبر صباح الشروق، وكما قالت منى عبر الكلمه واللحن، لنرى سويا ونتذوق معنى جمال السودان الابداعي.